يعني بعمار يعني. السلام عليكم، معكم عمر بن مسعود. اليوم جيت نوضح للناس واحد قضية مهمة. أنا واحد الإنسان خدم العمل ديالي سائق مهني يعني تاكسي صغير في طنجة. المهم اليوم جيت نعاودكم على واحد قضية وقعت لي صعيبة بزاف، وبغيت يعني نعاودها للناس باش يعني الناس كاملين اللي يشوفوا يستافدوا ويديو عبره من هادشي. هذا راه هذا خطر بزاف يعني. ما بغيتش الناس كاملين يطيحوا، حيت كنشوف اصحابي كنشوف بزاف الناس باغيين يعني يكونوا حياتهم، باغيين يتزوجوا. الناس يعني عندها الطموح تتزوج، ولكن الزواج يعني بالنسبه لي انا يعني ولا صعيب بزاف يعني. مع راسي انا يعني انا نعاود لهم على الزوجه ديالي، كيفاش تلاقيت معها، كيفاش يعني الاعمال ديالي، كيفاش كنت عايش معها. وانتم تسمعوا يعني القصه يعني كيفاش النهايه ديالنا، كيفاش يعني شي هذا راه مستحيل. واخا نبداو السيده هذه، كيفاش تعرفت عليها وفين تعرفت عليها؟ تعرفت عليها مهم. انا ما نجيك من الاخر يعني، ما قلت لي كيفاش تعرفت عليها يعني. انا ما عنديش مع ديك العائله تعرف على هذه تعرف على هذه. انا كنت كنعرف يما، الله يدخل عليها الرحمه، راه توفات لي بداك المرض بوبري. الوالده ديالي هي كانت الصديقه الوحيده فيها كل شيء يعني. واحد النهار كنت مشيت معها لواحد العرس، المهم نختصر شويه، تلاقيت هذه السيده هذه الزوجه ديالي اللي دابا اللي كانت، حنا نقولوا اللي كانت الزوجه ديالي واخا باقا على سميتي. تلقيت كانت مع الاخت ديالي، ومهم ملي جينا للدار قلت للاخت ديالي هذيك السيده اللي كانت معاك عطاتني النمره ديالها. تواصلت معاها، ملي تواصلت معاها قلت لها دوزي الام ديالك يعني، باش انا قاصد ديريكت. لا صافي ما كاينش مع ديريكت، انا ما عندي شي معاها. ايوا ودوزت لي الام ديالها، الام ديالها هضرت معاها قالت لي شكون انت؟ قلت لها انا ولد فلانه. راه قالت لي انا كنعرف فلانه وحده في ذاك الحي وقديم، وديك قديم هادشي هذا يعني الحي. هي فلانه، قلت لها هذيك الام ديالي. المهم بديت تهضر معاها. المهم هذه يعني الطريقه كيفاش تلقيت بها يعني. كيعرفوا بعضهم يعني في واحد الحي قديم يعني، في هادشي هذا في الثمانينات، فهذيك كانوا في واحد الحي فهمتي الحي ديالهم كيعرفوا بعضهم. المهم يعني كانوا جيران في حومه وحده يعني يقولوا. ماشي شنو قلتي للام ديالها؟ الام ديالي قلت لها واحد السيده يعني، المهم راه تي عارفه دابا كبر عجبتني الحب من اول نظره فهمت. ايوا والوالده بوبريه. المهم انا الوالده ديالي ماشي من داك النوع اللي تقول لك استخطار دار ديتي هذه، ولا تقول لك بغيتيها الله يجيب لك التيسير. شني قالت لي حذاري من هذه العائله هذا وليدي، راه رد بالك وكيفاه. انا قلت لها لا انا حقايا انا دابا 15 عام اطلع على يدي فهمتي، ربي على يدي طلع. المهم وربيت على يدي زعما احسن تربيه. دابا خليت مشات تصلي العشاء، مشات تصلي العشاء، لا حول ولا قوة. المهم يا هذيك تزوجنا. المهم هدرنا، المهم كنا عملنا ملك في 2016، عملنا ملك فيه كل شيء يعني، فيه هاي لالا فيه المهم يعني فيه كل شيء يعني. بقى لنا هيك غير صداق صافي، غير صداق. وكنا ناويين نعملوا العرس، ولكن نختصر لك شويه، الصداق ضربناه في 2018 يعني الزواج تحسب في 2018. المهم بقات كتجي عندنا الدار الوالده ديالي، ديك المعامله اللي كنت يعني كنتعامل مع الوالده وهاد الناس هادو خاطر يعني. الوالده عاودت لي عليهم قالت لي وليدي راه داري، راه هاد الناس راه سقسي عليهم اي واحد. وفعلا دابا باقي حاليا الى يومنا هذا باقي كنبحث وكنسقسي، كنتصدم كنزيد نتصدم من نهار على نهار، كنبقى نسمع شي حوايج عليهم يعني خطيرين. عائله خطيره راه عصابه زعما الصراحه، ما يعني الزوجه ديالي وانا كنعترف راه عصابه صراحه.
مهم قالت لي رد بالك. مهم بقيت كنجيبها للدار كتشوف الواليده داكشي اللي كندبر اللي كنت كنعطيهني المرجعات كنعطيه لمراتي وداكشي هذاك ماشي الخاطريان يعني. دابا حاليا عاد في طنس دابا الحمد لله راه شني بديت كنحاشاكم شني كنخرج من الداخل ديالي راه 17 تحليله 18 تحليله وما فيهم نزلين هنايا نوريهم يا عيالايا 18 تحليله والادله عندنا واي حاجه 18 تحليله وانا كنعملاش عندي ضعفت انا تبارك الله كيفاش كنت ما تلقبت السيده راه كنت تبارك الله هي تلقيت بها حياتي تخربت يعني حرام يعني شحال وشحال ربي شحال من حاجه عملنا لنا باش يفارقنا وانا كنت زعما كنقول فهمتي على الله الصبر يعني دابا يفرج الله. المهم انت طبعا في الاول ما كنتش عندك نيه ديال شي نيه سيئه لا الام ديالها انا الام ديالها وكتقلد بهادشي هذا الام ديالها واحد السحاره خطيره بزاف وباقيين دابا كنمشي عند الناس اللي كانوا ساكنين معاهم قدامين راه الله الله انا بعدا انا بالنسبه لي يعني الناس اللي كيعرفوني الله يسامح لك الا سمح لك الله يسامح لك وحتى مراتي انا كنسامح لها الا سمح الله انا دائما كنسامحني الناس دائما الله يسامح إلا سمحنا الله. مهم الوالدة ديالي شافتني كتعامل مع هذيك المعاملة مع الأخت ديالي كانت باقا ما مجوجاش في الدار ناضوا شوية د المشاكل خرجنا كرينا فهمتي خرجنا كرينا في الزنقة. المهم مع الأم ديالي مرت بوبريا وداك المرت قالت لي وليدي راه ما خليكش تكرفس مع العائلة أجي للدار ديالك وجابتني للدار جابتنا للدار ما بقينا شي كارين بوبريا ما ضربتش بزاف مرتات داك المرت خايب يعني أثر فيها ماتت توفت توفات. المهم انا يعني عملت المجهود ديالي الام ديالي عملت لي بيرمي ديال الكونفيونس ديال التاكسي حيت الام ديالي كانت واقفه معايا دوزت على الوقفه درجه الصاله بقيت خدام في التاكسي الحياه ديالنا بقات كتعوض كتزيان شريت الطوموبيل عملت لها بسميه ديالها الحمد لله الدلائل كلشي عندي هادشي اللي كنقول راه كانت حامل المسؤوليه ديالو شريت لها الطوموبيل بسميه ديالها يعني واش انت واش باقي شي راجل كيصبغ الشعر للمراه ديالو ما باقيش انا صبغت لها شعر وباغي يعني نرجعها واعر حاش النيه صالحه خصني مراتي تهلا فيا اقسم بالله واحد العشاء اللي كتاذن دابا تاذن الا كان جبت 300 200 درهم في النهار مع الاربعاء العشيه كنجي ونعطي هذا وكنتوضى ونصلي ونتغدى والناس في العشيه كنشبر العايل ديالي كنقول لها انا خارج للقهوه زعما هي كتمكن لي 20 درهم باش نتقهوى يعني محكوم في يدها اللي كنعطيها شاري لها الايفون زباله د الفلوس عامل لها عيد ميلاد ما خليت ما عملت معاها يعني القمه ديال القمه يعني صافي. والنهار الاولاني اللي تلقينا دخلنا للبيت النهار ديال الملك قوت انا عارف نفسي عارف الشخصيه ديالي وعارف الكرامه ديالي راه ما نقدرش بها عمري في حياتي يعني الطفوله ديالي دوزت الطوموبيل تبارك الله الخير موجود الحمد لله وما تزرفتش يعني عاد نتزرف دابا مجوج يعني كنت عازل يوم ما تزرفتش. ما كنتش تعرفت الخيانه. الخيانه شحنقول لك يعني حنا ما نهضروش على الخيانه تعرفتي السحر. السحر شحنقول لك السحر. فيها ضروري خيانه مراتي راه خانتني وراه اللي كيعرف وجهي راه كيعرف الخيانه الزوجيه حنا ما عندكروش شي حوايج عندكرو يعني الخيانه كبيره. مهم انا الخيانه بالنسبه لي مع الله صافي ديك الوعد اللي عطينا في القران راه هذه اكبر خيانه بالنسبه لي ليا. صافي السحر وانا كنت كنمشي نبقاو معاهم سيمانه شهر نسكنوا معاهم ويما راه خطيره بزاف الصراحه راه كتعرف كان اكون كنتبرع كنت حتى في رمضان كنقول لها يماك فيها السكر ما تعملنيش العصير ديالها عمل لي العصير ديالي بوحديتي والو هيدا كديك الماكله ديالها يعني انا باش عرفت راسي مسحور جميع الاطباء دورت عليهم كنعمل الطبيب كيعمل يده هنا داكشي عندي كيركل فين تما الله اعلم حتى الاطباء حاروا كيقولوا لي يمكنش تعيش شي عجب عندك الداخل التحاليلات الراديو ما كاين والو ما عندك والو الحمد لله داكشي بالقران والماء بالقران والصلاه الفجر والعشوب وخرج حاشاكم خرج شي عجب من المعده ديالي فبعد كنحس براسي